ازيكم عاملين ايه كل مشاهدين ومتابعين قناة ثروة باسم على اليوتيوب. فيديو جديد بعنوان سلاح تقليع البطاطس. الفيديو مش جديد، يعني انا نزلت الفيديوهات قبل كده عن السلاح ده او عن البسخة دي، بس في ناس بتكلمني في التليفون وبتقول لي ينفع نعدل الجهاز اللي عندنا. طب انا هعدل في الجهاز بتاعك ايه؟ هو عبارة عن شاسيه وجراب وبسخ. انا يعني انت عندك مثلا الشاسيه اللي عندك مش زي ده، كل الناس اللي بتكلمني الشاسيه بتاعها مش زي ده، بيبقى الشاسيه بتاعه عريض ما ينفعش اركب عليه جراب زي ده ومسمارين كده، ولا الجراب بتاعه من ورا هينفع يبقى زي ده. البسخه مفيش فيها مشكله، يعني عايز تغير بسخه اه دي سهل، انما الشاسيه لا مش هينفع تعمل فيه حاجه. فانا عملت الفيديو ده تاني علشان اقول للناس او اوضح للناس انك ما ينفعش. وبعدين هي تكلفتها مش عاليه لدرجه ان انا مثلا ابقى مستغليها كبسخ، لا تكلفتها مش عاليه. والسلاح ده بيركب بالجرار ال 14، جرار ال 16، وجرار ال 20. يعني لو عندك جرار 16 15 18 20 السلاح ده بيشتغل عليه وشغاله 10 على 10. بس السلاح موجود، السلاح ده بتاع عبد الرحمن بتاع الطويل، صورته لك يا عبد الرحمن عشان ما تقوليش انت ما صورتش الشغل بتاعك، شغلك تصوره. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا تعمل لايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا.